نمانك الدبيت ده كقيل قيل إياه إلا بعي أود الستيت توك باتي واروح ضدك كل هنا إنسان صدق قدو لبحا أو كسو عاوية ضدك إن نلول بيو باهيه صباح الله عنه راتو قال الدقال كاني قايري تروح علينا قال نبضا نجي وفتك أنا هلكم كوكولا ناي قدوميها قبل كاوضل وحنو ناي تبليغ نبضيت تبليغ نبضيت بان كسو عنا قفدو هرقبو كاك جوغان هرقم كدوا وكاقادا وانقف عناي وحوي جار نبك المدعي حارير دمان توار نبض وحد دمان حارير لقى مغلي مايو إن لقبة قبة يجي مرخاتي جاي جاي رسو جوك سدي حساسية دي يا هاد الله دي حرف طلاها إيه ده نسك جيني أيسكم بريين هوذا ما أنتوا وحنو جوجنا مجازة حريرة وحنو عديننا هذا ندقي دي حريرة هاي إن حريرة نبات هاي هاد الله دي دي القاف كهاي ده تكوي سوي درسينا ده ما يريها قاعدة الله إيش لقيت هاي حريرة ما أنتوا نبات إذا نبض على الواحد كعدين إن أنا مرقوا قدي إن الله بدأ قدوم يقول بلوا تاجيهين واحد ما أنا حارد لقى مغلي مايو دقيدة كان له السلام يا واحد كسر جب جبين يا حارد وانا نبض أنت أمرك لقى تجو إذا كان واحد لا نبض داينو بلغ عدنا تكينو مرد ما يا واحد مغلي هذا الذي القاف هو عن وحبا لبض عد مدن وفائدين يان لسوي درسن وين قاعتين وأنا عدينا لابد بين قاتين ورسى إلى هيبة محضر إلى هيبة محضر إلى أن كل شوفينه إلى سو كان كان رمضي قبل يا مدح هذه يا مجه هذه إلى سو كان كان أبد إنكم مرينا إلى هيبة محضر ها مدح هذا تمدي إلى لابد قبل كتمدي إلى أيها مشايخ أمريكان الله وديري نبض باندوني نبض نبض الله قنوري هما تقول على المال وانا قوم بعد حله وانا قاعد حله وانا كيد يدني الى ايها سو هذه امين الى ايها سو هذه طلبات ده وضعك وبدن يا وضعكنا الى اي بال هي دوله بس كم مسؤوله نبضنا انا كاو بان يكون هو بهين كما ان سيسنا وعد بينا نغا دخ مايو وخي الى اي سما لك كان الى اي نغا جوجو الى اي نغا جوجو مصيبه لكي ودنا إلى سؤالي أعرف رضو الله سؤالي وحال الله سؤالي نوى نبض نبض دا انت قادتي سيادك وقادتي أول لو إلى اللي سبان سيدي يسيكادك نوار قادنين مدحنا يسكو كايا كنتي ما تمام ملكيه لبضا قبل بكا سعوتا هدي اي قدومي ياشا تاي هدي اي عيدا مدى بحوها بلسكا يا ملتاني جبا الواجب كي عبد الحيدان بعد قبصتين انا قلنا والد كل راعنا واحد دبا مريا واحد قرب مريا منا ملي سدا ددكا واحد وشيغيا نكيمي كما واحد كجيراني يونا قرصني نكيمي كما واحد كجيراني يونا قرصن لابد دي على حين بعد نحي اما كان واحد كيني ناو مد الله بعد حوي تدمع يربع دوشي دمع دير العاصمات بانكنا لما يربا صودوش نحن يدنا كبدعنا ميركا لك صودوش إلهي بان لك الحق هذه الحمد لله رب العالمين إلهي بان مهالله حدانا ندقل نيمة إسكو كايا كينين حدانا لما عدد عدد هرتو إلهي لك إلهي لك حمدي كو السوق غاري هاو شامر كي أي ترين كقاتين بان آدياد مهادو قولي وعن لين آي نبت قليد وقالي 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 لنه وبدنا waxaan leenahay nabad galiyadan diyaar u nahay oo sidaan u ballan qaadnay horaan u ballan qaad haraan u ballan qaadno caasimada degan dawladnimada dejinin de labadayada qabiil isku imartuun baa dejinin laakiin fitan kala lagu soo dhacday mid fitan tin Allah naga dhixsaab amiin heshiis baan ka nahay wax dhibo dambana Ilaahay baan ka bariyayna waxaan halkan isku itaagnay inaan bulshada u cadeyno reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan dadkan gobolka labada gobol degan ay xajiimeysay hadalladii yaray warbaahinta la isku mariyay ay xajiyeeyeen iyaan u sheegayna in wixii xajiintii la xaaray wixii la isku mariyay miidi liibiya miidiya ee laga hadlayay hadduu cid xajiimeeyay waan iska raali gelinayna waxaan leenahay نو الله وحجينتي قاعد يلق رالينا كاهو وحي إنك تجينا
الله إنك الله إنك سو يو إنك سو علينن وحيد حيا الله دا ثقة دا ثقة وحيد دا يالله طبعا ثقة and وحنا برشلونة وشيء كنا عد يركو شيء كنا يا عد قابم با هذان هاي تكيد قبلة الله بدو قبل دقنا إلى هاي دقي ما أنت لقى بلعبه وحصرت يا حجين كنا رالي كمي هذان أنا أضياش أو قاشة الله بدو قبل كل سجيد رالي كمي وحنا رالي كنا هاي نبض رالي كنا تاسال لغو دلا تاسال لغو دقما تاسال لغو درجة تاسال لغو قاجو دا انتا وحنا نقول رالي كمي عدي تا وضع في الميل نقدر سوق جلي ليس نقدر جوق بان نقدر دابان لين أما سياسة نقض أما دن كدن لك هنقض ندابان لين ولا ندا برتوا حال كان داعي هرجم يربا داعي قفدو هرجمه كأك شو كان هرجم كدوا وكقا هذا هرجم يربا نقول نحن عون السامي وانقف عنا وحوي جار نبك المدعي قف عنا إلى هاي ونقع فيه نبدي إلى هاي بان كنا قف عاي روحه كاني سياسيين باكي تردن كلا كلمة وار سياسي تردن كلا وش قد تكتال له بيش يين كل سو دقو سياسة ها دول كلا سياسيين تو هوش قد تكتو لكن سبيش وكان نبدي أنا قال نحب حضان لنا نبض بان هاي هدان بيش حريرنا هاي يا حريدي إنه وحي يدا وحي يرى شوش يرى نصور دح قلي ونقدر دح بحي نبدي له هاي بان كنا هاي دني والله بخور تقوه هاللي دي لقاب من بانا كينا يعيد هور تقول كيو هوري دي هور تقوه تلقى شور تمي ناجر رونهان مركي نقطو ان انكو ميل خبرات لغا دوبا يي ميل لغو هاللي مدنا مينا نعر لكن محاسا كينا دي كل كون ريابتك يي هاللي انكو نوان هاللي haddii aan hadalay de anagu daar ma dubinina codun baan deenidi gaala dagaalka aniga aydi gaala dagaalka aniga aydi maanta waxaan leeyahay markuu reebtigeeyo nabad aw yahay maanta anaguna nabad baanahay maanta waxaan leenahay gaala nabad waxaan tilmaamaynaa maanta anagu oo dhan oo beelhi ah oo cuqaashi ah oo wax garadki ah oo ay aad iyo aad noogala qayb galeen mas'uuliyiinta gobolka iyo degmooyinka labada gobol awdal iyo shalalba waxaan maanta halka ka sheegayna balan qaadayna in wixii hore daad ha qaado wixii dhixiyale daad ha qaado wixii daan yelna daba ilaha qaato in hadalladii sida aha laga waantoobo oo dib dambe loogu hadal inta ka dib ciddii wax kale ama sheekooyin kale ama waxay jirto waxaa ka soo horjeeda oo ka dhana dhammaanba ummadda gobolka waxaanu dhannahay ummaddii wada deganayd waynu wada deganay waynu wada deganan doonaa wax alla wax dhib oo dhacayna ma jiro waxaanu muujinaynaa jamhuuriyadda soomaaliya ummadda nabadda jecel in maanta laga bogsado xariirad eeriyadeeda iyo hadalladii deelqaafaha in wixii horena halkaa lagu daadiyey wax dambana aanay dhici doonin dadkuna ay walaal ilaahayna gamcaash haystaan sida ka muuqata xaflada aanu joogno taasaynu sheegaynaa oo aan ummadda u sheegaynaa waxaanan annagu odayahan u taaganahay annaga iyo maamulka iyagu dhammaanba halkan uunma ahee meelo badan in aanu hawsha u soo marro oon ummadda walaalayno ummadduna walaalnimo diyaar u tahay waxaanan aad iyo aad uga mahad celinayaa maamulada labada gobol ee labada barasaab ay daba jooga ay horeeyaan labada taliyayaasha ciidamada ee qaybaha maayarada degmooyinka madaxda ee dhaqanka saxaafadda iyo dhallinyarada golaha deegaanka dhammaantood waxaan uga mahad celinayaa arrinta halkan ka dhacday oon annaguna markhaati goob jooga uga nahay in ay xidheen nabadoodii oo ay ka luqluqdeen oy tufeen wixii hadallo ka soo baxay afafka bulshada wada dhalatay ee walaalaha ah waxaan u sheegayaa ilaahay mooyaane cid kala rari kartaa inaanay jirin waxaan u sheegayaa ilaahay mooyaane cid isku dhaantay inaanay jirin waxaan u sheegayaa nabad waxay ku waayaan ina col inaanu ku helayn intaasaan idinku boorinayaa hadalku waa soo gabagaboobay muhiimad murtidiisa u weynna waxay tahay uun dadkan wada degan ee walaalaha cid isku dhaantay inayna jirin
weligood baa ah hadlaan ninka hadlay ee hadal xun u dhisa gaafka iska xumeeyay laakiin dadku meelba kala tagi maayo waa dad walaala waa dad wada dhashay waa dad isdhalay waa dad wada joogay ilaa yoomul qiyaamaha marka waxaan ku boorinaynaa in dadka walaalihii ay wixii deel qaafka iska ilaaliyaan oo islaashadaan oodi abka dhow dad iyaga isugu dhow waxa dhacday maalintii shirka laga soo diray anuu halkan baan imiday ilaa maanta waxaan joogaa xarirad baan joogaa waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii qabanqaabisay inayna reer xarirad inta hadashay maayna inta kale ayna hadal saamay ayna ku yeelan oo hadalka ayna ka daba qaadin odayaashii waaweynaa iyo dhallinyartii waxaan ka shaqaynay inayna cidi hadal oo aanan layska daba qaadin tii waxay keentay inaan layska daba qaadin maanta nabad aan ku wada soconay keentay xariiradii iyo deegaankeygii iyo degmada Saylacba waa nabad dadka telefoonada ku soo hadlaya dadka walaalihii inay isdilayaan oo isdirdayaan moodaya aa arkaan maanta waxaan leenahay in fariinta aan dirayna waxay tahay ama nin dibad ka soo hadlaa noqoto ama nin Hargeysa ka soo hadlaa noqoto mas'uula dadkan wada degani waa walaalo cid isku dhaantaana ma jirto kolley reer xarirad waxaan farayaa mid baan farayaa waxaan leeyahay nin dibad jooga oo caruurtiisa iyo xaasaskiisa dhigtay meel nabada yaanu harka iyo barada ay naga saarin oo fariintiisa yaana qaadanin kolley kii hadal xun yidhina meel ma tegino uu joogaa maantana hadal fiican buu ka daba yidhi muhiimaddu waxa weeyaan nabaddaas baa naas la nuugala baa la yidhi nabadda aan wala ilaasanno fariinna waxaanu dirayaa dadkii meelaha naga soo juqajuqaynayay waxaan leeyahay arrintaa waan ka bogsanay xariirad nabad baa taalla gobolka Salaal iyo Awdal ba nabad baa taalla dhammaan nabad baan gacmaha isku haysanaa mar labaadkii waxaan soo dhaweynaynaa waftiga uu hoggaaminayo guddoomiyaha gobolka Awdal marna ah jiif caaqilka gobollada galbeedka jiif caaqil xasan ciid waxaan leenahay adigii waftiga hoggaaminaysa jananku ku jiro ciidamadu ku jiraan ee cuqaashu ku jirto ee maayaradu ku jiraan iyo dhammaan dhallinyaradu ku soo dhawaada gobolkii Salaal ku soo dhawaada degmadii xariirad waxaan idin leenahay dalkiiniyo nabada dadkiiniyo nabada ummadoo walaalaa mar labaadkoon mahadnaqayaa cuqaasha iyo odayaasha iyo waftigaa noo yimid sida la iskula afkartay in laga wada shaqeeyo nabadda iyo dhismaha iyo horumarka mid loo wada noqdo haddii aanu idiin briif garayno anigi iyo waftiga aanu halkan ku kulannay guddoomiyaha gobolka Awdal waxaanu nahay tabliiq nabadeed baan ku soconaa waxaan doonayaa anigoo ku faraxsan sida odayaashu hadlay halkan dareenka farxadda leh ka muuqatay qof walba wuxuu qalbigiisa ku jiro sheegayay inaan halkan laba qolo farin uga diro qolo waa qolada yuutuubarada sheerta ku raadiya colaadda qolona waa qolada mucaaradka ee jira waxa ololaya galbeed ma ololeysa waa nabad warsoo nabad maa ma ololeya waa nabad marka haddii dee maalin kasta halka qof ka hadlalayaa meelba gubanaysa ololeysa waxay inagu tahay arrin aad u adag dadka deegaankana waa damaqday dadka ugu badan TV-da fadhiyay ni youtuber iyo mucaarad baa oo sheegayeen galbeed ololeyo meel qori lagu haystana maan arag marka dadkii walaalahaana waxaan leenahay sidaad idinkuna u qaadateen nabadda waa ku mahadsantihiin aan baqaadku sii socon doonaa mid joogsanaya maaha waa mid ilaa inta gobolka la wada gaadhayo sidaa gacmaha la isku haysanaya soconaya reer xarirada mid baan leeyahay lix sano ugu dambeysay waxaad ku nooleydeen nabad iyo farxad iyo reereen iyo dhismo ya tiin baa sii wadaysa farxad weyn bay tahay inuu walaalkay mawliid guddoomiyaha gobolka Salaal uu igu soo dhaweeyo gobolka Salaal annagoo sidaa uu sheegay tabliiq nabadeeda mutadawiciina dadkooga inay nabad u tolaan u jooga maanta ilaahayna noo hirgeliyey waa nasiib badannahay aad baanu nasiib badannahay labadeedu waxaana nasiibkan siiyey ilaahay iyo dadka iyaga oo na karaameeyey nagu sharfay in nabaddaasi xidhanto oo diilqaafka ay la yimaadeen dadka aanan danta u ahayn ee dhibaataynaya ee caruurtoodii nabad kula nool ee dibadda jooga ee lacagta soo diraya inay dadkani ku baaba'aan dadka gartay ee nooga hiiliya nabaddana la xidhay ee reer xariirad ee reer gobolka Salaal ee labada walaalaha ee isdhalaya kuwaasaan aad ugu mahadnaqaya ee gartay inuunan waxba u tarayn nin youtuber oo dibad joogay waxaan leenahay youtuber waad la weyday inaad dadka isku dirta waad la weyday
نبض الله كويل حقا وحب ما يلا نبض بات الله وحي أظهر السيد كل دباتينا يدلك أون وحب الربين هي كل دبده أو صوع عوينا يوبا وحد لا وحد لا أنا يوال ذويدي نمك دبده كقيل قيل يا إيه ما حي سترى إيه لبعى أود الاستيد وأنا أقول لك أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان أن هذا المكان هو 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 إليتا كوى بوكا ريانكا كوى ساي نيغا باهان إن أدوحتر تان هو يدا إن أدوحتر قلول ديستا كاغا باهان إن تادو مطا اسكو ديرايسو وانو غا إرقا كشاقين إيه لوسر كا إن أقول لهين إيه يوتوبر كا إيه نولوشا كدعي إيه مودا يهين كوان حرين يو أدي إلهي أكو حرين أدان حر هين دالكاني وحر سومال لانبالا ليدا دا نمد بانكو آنا مالي dal iyo dad iyo barwaaqaan haysana waan ku qaabilaynaa haddaad tahay homeless oo guri haysan oo na dad lahayn noo kale waan ku qaabilaynaa xaqani quxootiga qaabisha ninka nolosha ka dhacay qaabisha ninka nolosha ka dhacay wuxu sheegtaa gobolada awdaleysan ee Soomaaliland baa u sheegtay Soomaaliland waa nabad Soomaaliland noolaato inagu noolaado shirku way noo xiray